بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الفيزياء. وزي ما وعدناكم الحصة اللي فاتت في درس الانعكاس الكلي، إن احنا ناخد النهاردة تطبيقات الانعكاس الكلي. التجربة اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي إزازة فيها مية، وجبنا شعاع ليزر وبنسقطه من خلف الزجاجه كده، وبنشوف ايه اللي بيحصل. فلقينا سبحان الله كأن الضوء بينحني مع الميه، ودي منسوب الميه من مطرح ما احنا فاتحينها بينخفض، وبالتالي الضغط بتاعها بيقل، فعشان كده الخط ده بيقرب. وسبحان الله بيقرب مع مين؟ بيقرب مع الشعاع. عشان كده لو لاحظنا، عايزين نفسر بقى انت احنا بنشوف ايه وهنلاحظ ايه. فطبعا هنشوف ايه وهنلاحظ ايه، تعالوا مع بعض نتابع حلقة اليوم، وهي بعنوان تطبيقات الانعكاس الكلي. مع بعض كده يا أولاد، واحدة واحدة ندرس الموضوع دراسة مستفيضة. أول تطبيق من تطبيقات الانعكاس الكلي هو المنشور العاكس. يعني إيه كلمة منشور عاكس؟ منشور عاكس معناها منشور بيبقى فيه صفتين مهمين وخاصية ثالثة. ايه الصفتين المهمتين جدا؟ اولا ان زاوية، يعني هو طبعا في كلمة منشور بيبقى عارفين كلنا ان هي يعني قطعة زجاجية لها وجهان مثلثان وثلاثة اوجه مستطيلة. يعني لو حبينا نرسمه كده هيبقى عامل كده، ادي وجه مثلث، وبعدين شوف ده كده، كده اسمه منشور ثلاثي. منشور الثلاثي ده بيبقى له وجهان مثلثان، الوجه ده اللي انا رسمته في الاول واللي قصاده ده اسمهم وجهان مثلثان وثلاثة اوجه مستطيلة. تعالوا نشوف اذا سقط الضوء منشور، عشان يبقى منشور عاكس بقى المنشور يعني كذا نوع. المنشور العاكس بيبقى اول حاجة زاوية 90 وزاويتين كل واحدة منهم ب45، يبقى إذا الوجه المثلث فيه بيبقى على شكل مثلث متساوي الساقية. الحاجة الثانية إن لازم الزاوية الحرجة بتاعته تبقى أقل من 45 درجة. عشان كده بنستخدم منشور معامل انكسار 1.5. طبعا لما تكون الـ N بتساوي 1.5 هنطلع الفاي سي، هتبقى تشيفت ساين 1/1.5، تطلع كام؟ تطلع 41.8، اقل من 45 درجه. يبقى تمام. يبقى كده ادي الصفتين المهمتين جدا جدا بالنسبه للمنشور العكس. لو ما عملناش الصفتين دول ما يبقاش المنشور اللي عندي اسمه منشور عكس. تمام. الحاجة الثالثة بقى، عند إسقاط الشعاع يجب أن يسقط الشعاع عموديا على أحد الأوجه اللي هي المستطيلة. في الحالة دي بس يبقى المنشور اللي عندنا اسمه منشور عاكس. يبقى ثلاث حاجات أهم: واحد إن تبقى زواياه 90 45 45، اتنين ان يبقى الزاويه الحرجه له اقل من 45 درجه، ثلاثه ان الشعاع الساقط يسقط عموديا على الايه؟ احد الاوجه المستطيله. ادي منشور، ادي زاويه 90 و45، الزاويه الحرجه اقل من 45 درجه، اسقطنا الضوء. الله، هو عمل ليه كده؟ ما تيجي ندرسه مع بعض. لماذا تغير مسار الشعاع بزاوية 90 درجة؟ والإجابة
ببساطة، إذا سقط الشعاع عموديا فإنه ينفذ على استقامته. طيب نفذ على استقامته، الشعاع ده عدى كده مشي على استقامته. الزاوية دي 45 لأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، يبقى اللي جنبها 45. 45 واحنا عندنا الزاوية الحرجة أقل من 45، احنا قلنا 41 و8 من عشرة بالنسبة للزجاج الواحد ونص، فينعكس انعكاسا كليا بزاوية 45 درجة. يبقى دي كام؟ 45. 45 أهم، يبقى الزاوية دي 90 فينفذ على استقامته، وبالتالي تغير مسار الشعاع بزاوية 90 درجة. إذا سقط الشعاع على أحد ضلعي القائمة فإنه ينعكس ينعكس الأول ب 45، 45 يبقى 90 فيتغير مساره بزاوية 90 درجة. يستخدم هذا المنشور في البيروسكوب، والبيروسكوب يا أولاد ده منظار الغواصة، بيتغير مسار الشعاع بزاوية كام؟ بزاوية 45 درجة، وكمان 45 يبقوا 90. آدي منشور أهو، سقط الضوء انعكس انعكاس كلي، وصل للمنشور الثاني اتغير بزاوية 90 درجة، الشخص اللي في اللي تحت في الغواصة شايف. تقدر تعمل حاجة زي كده في بيتك؟ طبعا، ديت مركب اهوت او سفينة وانا في الغواصة تحت اهو، قدرت ان انا اشوف المركب عشان ما يعني لو الشاطئ قريب او بعيد، لو في مركب جاية، لو في المركب بيبقى لها غاطس، لازم اعرف كل حاجة. طب يا استاذ نقدر نعمل الحاجة زي كده في بيتنا كده؟ اه عادي، عارف اهو. بص دي كلها يعني اكيد بعضكم بيشوف افلام الكرتون، الحياة بتبقى يعني الغواصة والحاجات ديت مشهورة جدا في الافلام ديت، عشان يعني بيحاولوا يقربوا لكم الايه المفاهيم الفيزيائية بشكل بسيط. هذا الشعاع تغير مساره بزاوية، هذا الشعاع تغير مساره بزاوية زي ما انت شايف 90 هنا اهي، وبعدين جه كده، وادي العين اهي اقدر اشوف. ايه الفرق بين ده وده؟ ده زمان كنا بنستخدم المرآة العاكسة، دي مراية، اصبحنا نستخدم المنشور العاكس، سقط الضوء انعكس انعكاسه كأنه مراية، بس هو أفضل من المراية في بعض أشياء هنشوفها دلوقتي. ده طفل أهو، ودي لعبة مشهورة، دي بيروسكوب بيبص فيه يقدر يشوف. طبعا أهو هينعكس من هنا انعكاس كلي، هيجي هنا ينعكس انعكاس كلي، يقدر يشوف الأشياء. شكله جميل، يعني عبارة عن ماسورة كده أهو، تقدر حضرتك إن أنت تفتحها فتحة في الجنب، وتقدر تعمل اهو تحط هنا مراية او تحط هنا يعني منشور عاكس، وتقدر ان انت تعمل الايه البيروسكوب. منشور العاكس زي ما انتم شايفين، اذا سقط الضوء على احد ضلعي القائمة او وجهي القائمة خرج من الوجه القائمة الايه الثاني، ولا يخرج من بصوا بقى، احنا عندنا في خاصية جميلة جدا في المنشور العاكس، اذا الضوء سقط على القائمة يطلع من القائمة، اذا سقط على القاعدة يطلع من القاعدة. ازاي؟ تعالوا نشوف. ادي الشعاع سقط على القاعدة، انعكس انعكاس كلي، انعكس مرة ايه مرة تانية، وده انعكاسا كليا زي ما انت شايف. هنا بقى اتغيرت الزاوية، اتغير المسار، اتغير المسار بزاوية كام؟ بزاوية 180 درجة. ادي الضوء، سقط الضوء، بص كده بالراحة مجرد ما ضغطت، ايه اللي حصل؟ ادي واحد، الله، ايه اللي حصل؟
إذا سقط الضوء على إذا سقط الضوء على أحد على القاعدة على طول بيجي هنا. تعالى كده، أقمنا العمود، العمود المقام أهو بزاوية أدي 45 45 انعكس، هنا برضه سقط بزاوية 45. ليه يا ولاد؟ ما هو أصل ببساطة كده، بما إن دي 45 ودي 45 تبقى اللي جنبها 45، يبقى دي 45، يبقى دي 45. طالما إن الزوايا اللي عندي بزوايا 45 فإن أهو 40 ودي 45، فعلى طول أهو ينعكس انعكاس كلي، يبقى الشعاع سقط انعكس خرج اتغير مساره، سقط الناحية دي انعكس الناحية دي. طبعا الفرق ده 180 درجة، ادي 90 هنا وادي كمان 90 هنا، تغير مسار الشعاع، واللي يسقط على القاعدة يطلع من القاعدة، واللي يسقط على القائمة يطلع من القائمة. طبعا منظار الميدان من أهم الأشياء اللي بيستخدم فيها المنشورين دول. نظامها إزاي؟ آدي منشور أهو، وآدي منشور أهو. اللي بيحصل كالآتي: يسقط الضوء كده، ينعكس كده، يطلع كده، ينعكس كده، يبقى خلي بالك، شوف العين هنا سقط الضوء، طبعا الضوء ينبع من المرئيات، الضوء اهو انعكس اهو اهو اهو، قدر العين انها تشوف. طبعا اللي بيحصل هنا بيحصل هنا كمان، وبالتالي يقدر ان هو ينعكس انعكاسا كليا. يبقى هنا اتغير مسار الشعاع ب 180 درجة. تعال نشوف سؤال كان جاي في 2020 صباحي، بيقول إذا سقط الضوء، إذا سقط الشعاع ضوء على الوجه إكس واي لمنشور ثلاثي كما بالشكل، وفقا لقوانين المنشور من الممكن أن يخرج الشعاع مرا بالنقطة أن. بص بقى، هو الشعاع هنا سقط عمودي نفذ على استقامته. بداية أنا كنت عايز أتكلم معاكم في حاجة. إيه هي؟ هو ده منشور عاكس؟ لا. ليه؟ لأن زواياه مش 90 و45 تاني. وإذا كان الشعاع سقط عمودي فهنتبع المسار عادي. طب سقط الشعاع عمودي نفذ على استقامته، دي 30 درجة، دي 30 درجة، 30 30، هو عمله ان هو انعكس انعكاسا كليا. هذا الشعاع مستحيل انه ينعكس انعكاسا كليا. مفترض طالما سقط بزاوية اقل من زاوية الحركة كان يخرج بمقاس، فقلنا الصواب ان تكون الزاوية دي 30 درجة والزاوية دي 60. طب تعالوا نحل، دي 30 كانت جايه في الامتحان ان الزاويه دي 30 والزاويه دي 60، قلنا الكلام ده غلط وصححناها وعرضنا لكم الصح اهو. النظام ازاي؟ دي 60 تبقى دي 30 تبقى دي 60، 60 اكبر من الزاويه الحرجه ينعكس انعكاسا كليا. يجي هنا هنقيم العمود، طبعا دي 60 تبقى دي كام؟ 30. بما ان دي زاويه خارجه عن المثلث فبتساوي الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره، يبقى هتبقى 60 درجه. نقيم العمود هتبقى دي 30 درجه. 30 درجه اقل من الزاويه الحرجه، اذا ينكسر مبتعدا عن العمود. يعني ده غلط وده غلط وده غلط، مش هينعكس كلي، وده الصح. وهو ايه؟ نمسكها واحده واحده بقى. سقط الشعاع دي 30، هنقيم عمود تبقى دي 60، دي سقوط وانعكاس 30، هنقيم عمود طبعا دي 30 لان دي 60، ما هي دي زاويه خارجه عن المثلث بتساوي الداخلتين ما عدا المجاور. وممكن بطريقه ثانيه ان بما ان دي 90، ما هو ده عمود،
90 و30 و30 يبقى 90 و60 150 يبقى فاضل 30. سقط الشعاع اذا ينكسر مبتعدا عن الايه؟ عن العمود. بيبقى الشعاع ايه؟ ويبقى ايه هي طبعا بي غلط، سي غلط، دي غلط، ويبقى الاجابه هي ايه؟ امامك ثلاث منشورات يسقط الضوء، يسقط على كل منها شعاع ضوئي، والزاويه الحارجه لكل منها مع الهواء 42 درجه. اي منشور يحدث للشعاع انعكاس كلي داخلي؟ تعالوا نمسكهم واحده واحده. الشعاع سقط على من على على الضلع او على الوجه اي بي على القاعده، ده 60 وده 90 يبقى دي 30، ده 60 اللي جنبها 30، وبما انه 30 يبقى اقل من الزاويه الحرجه فيخرج منكسرا وينكسر مبتعدا عن العمود. ده شعاع سقط على الوجه سي بي او بي سي، هنقيم العمود طبعا دي 30 دي 60 يبقى اللي جنبها 30 برضه ينكسر مبتعدا عن العمود. ديت 60 30 60 ينعكس انعكاس كلي يبقى هنا خرج من الوجه. مين من دول حصل عنده انعكاس كلي؟ اكيد المنشور ده هو اللي هو الحاله زد، وبالتالي دي اللي هيحصل عندها انعكاس ايه؟ انعكاس كلي. اذا علمت ان ال ان بتساوي 1.5 للزجاج، اي الاشكال التي امامك يحدث للشعاع الساقط انعكاسا كليا؟ تعالوا نمسكهم شعاع شعاع. اول شعاع سقط عمودي نفذ على ايه؟ على استقامته. مباشرة يا ولاد دي 30 60 30 على طول، اقل من الزاوية الحارجة يبقى مش هيخرج كده، لا ده هينكسر مبتعدا عن الايه؟ عن العمود. يبقى هنا مش ما حصلوش انعكاس ايه؟ كلي. الشعاع هنا سقط 30 60 30 وبالتالي هينكسر مبتعدا عن العمود. يعني ده كده مش هيمشي كده، لا ده هيبتعد عن الايه؟ عن العمود. سقط الشعاع هنا 30 60 نقيم العمود 60 ينعكس انعكاس كلي ويخرج على استقامته. بصراحة الشكل ده من الاشكال اللي انا معجب بها جدا 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 جدا. رقم سي ده جميل جدا. هنا يا اولاد يعني دايما نقول للطلاب يعني كده، امتى الشعاع يسقط عمودي ويخرج عمودي؟ فالطلاب مش عارفه الا المنشور العاكس، لانه المنشور العاكس اذا سقط الضوء عموديا على احد ضلعي القائمه خرج من الوجه القائمه الاخر عمودي برضه، وبالتالي زاوية سقوطه بصفر وزاوية انكساره يعني بصفر وزاوية سقوطه على الوجه الآخر بصفر وهكذا. ما فيش حالة تانية؟ الحالة التانية هي قدامك. ده مثال آخر. لما يكون منشور متساوي الأضلاع متساوي الزوايا. في الحالة دي بس. لو سقط ب 60 يبقى فعلا الحالتين ده هم هيحصل عندهم انعكاس كلي، لان زاويه السقوط اكبر من الزاويه الحرجه. وضع منشور ثلاثي داخل اناء زجاجي بمحكم شكل، اذا انعكس الشعاع الضوئي انعكاسا كليا عند النقطه اكس، وخرج من الوجه بي سي، وكانت ان ميه وادي ان زجاج، اي الحالات صحيح؟ هو الشعاع ده نمسك الحاجة المعلومة واحدة واحدة. الشعاع ده سقط نفذ على استقامته ادي فاي 2، هو قال انه انعكس انعكاس كلي تمام يعني بنفس الزاوية ماشي عند النقطة اكس. ساين فاي سي بتساوي ايه؟ مش ساين فاي سي بتساوي ان 2 على ان 1؟ ده لو كان طلع ممس. يبقى ساين فاي سي بتساوي 4 على 3، ده اللي هو ان 2 على ان 1، يبقى ساين فاي سي ب 8 على 9، يبقى ساين فاي سي ده الزاويه، ساين فاي سي بتساوي 8 على 9،
بما انه انعكس انعكاسا كليا يبقى جيب الزاويه الحرجه مش 8 على 9، ده اكبر من 8 على 9. لان اذا كانت ما هو طبعا لو الفاي، لو الساين فايسي اكبر من 8 على 9 يبقى لازم جيب زاويه السقوط يكون اكبر من 8 على 9 علشان يحصل له انعكاس ايه؟ كله. طب امتى كنت اختار يساوي؟ لو كان طلع مماس. طب امتى كنت اختار اقل؟ لو انكسر مبتعدا عن العمود. وهنا يا اولاد يعني ده سبب ان هو حط المنشور داخل ايه بقى؟ داخل ميه علشان خاطر يجيب لك ارقام بقى بسط ومقام. ما انت لو اتحط ده في الهواء خلاص معروف الازاز 3 و1 ونص يعني 3 على 2 ونقدر ايه نكون حافظينها. يعني هو مش عايز حفظ، هو عايز فهم. تاني حاجه من تطبيقات الانعكاس الكلي هي الالياف الضوئيه او اللي بيسموها الالياف البصريه. زي ما انتم شايفين لو اضاءنا احد الطرفين باضاءه الاضاءه بتطلع من الطرف الثاني بكامل شدتها. ادي انبوبه اهي، تحس ان الدنيا ضلمه هنا وهنا وهنا وهنا. الله، امال ايه اللي حصل؟ تعال نشوف. الليفه البصريه او الليفه الضوئيه لها معامل انكسار N1 وفي غلاف، وقد يكون مفيش غلاف. طالما ان الداخلي معامل انكساره اكبر يبقى على طول هيحصل انعكاس كلي وهينعكس الضوء انعكاسا كليا حتى يخرج من الطرف ده اهو. اذا سقط بشده قدرها اي فانه يخرج بشده قدرها اي، لا يفقد منه شيء، او اذا فقد هيفقد جزء ضئيل جدا يمكن ايه اهماله. شوف كده الالياف الضوئيه، الليفه الضوئيه قضيب مصمت رفيع شفاف اذا دخل الضوء من احد طرفيه يعاني انعكاسات كليه حتى يخرج من الطرف الاخر. شوف كده، ادي الغلاف وادي الكور، ادي اللي هو القلب والغلاف. طبعا ده شيء مصمت، اوعى تفكر ان هو حاجه زي الخرطوم كده، لا ده شيء مصمت، حاجه مصمته. شيء مصمت يعني ايه؟ يعني مش مجوف. تعال نشوف يبين الليف الضوئي او يبين الشكل الليفه الضوئيه الزاويه الحرجه لمادتها 51.4. زاوية سقوط الشعاع الضوئي من الهواء هتبقى كام؟ تعالوا نمسك الشعاع وهو سقط كده وحصل انعكاس. هو هنا السؤال بقى مش على موضوع حصل انعكاس ولا كلام، لا هو عايز نطبق قانون سنيل هنا، لاني مديني زاوية سقوط ومديني زاوية انكسار وبيقول لي انا عايزك تطلعها. الان بتساوي 1 على ساين فاي سي يبقى 1 على ساين 45. طلعت الان، طبق سنيل يبقى ان 1 ساين فاي سيتا 1 مساوي 2 ساين سيتا 2، وبالتالي هتطلع 48.1. السؤال الان، هو انا مش كنت ممكن اعوض ديت؟ بس هو هنا مدينا الزاويه الحرجه، ادي يعني الفكره ان هو هنا مدينا الزاويه الايه؟ الحرجه. قانون سنيل ده طبقته في الزاوية ديت ومعامل انكسارها والزاوية دي معامل انكسارها، كان ممكن طبعا تقول الآتي: ساين فاي سي بتساوي ساين سيتا الأقل اللي هي هتبقى في الزجاج لأنه طبعا هينكسر، على ساين سيتا في الهواء علشان ديت الاكبر. وانتوا عارفين ان الساين فاي سي لازم تطلع. طبعا الساين فاي سي هتبقى ساين 51.4 هيساوي ساين اللي في الزجاج ساين 35.6 على ساين سيتا هواء اللي هو سيتا واحد اللي هو عاوزها. وطبعا بمجرد ان انا اعملها مقص هتبقى ساين زيتا واحد هتطلع بواحد 48.1. استخدم الالياف الضوئيه على نطاق واسع في موضوع الجراحه. بص هنا ايه اللي حصل،
الضوء سقط هنا انعكس وصل للعين. شوف المسار تاني، ده شيء، ده لمبة اهي، اللمبة ديت اسقطنا الضوء هنا، مشي كده 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 كده، وصل للمكان اللي انا عايز اشوفه وانعكس اهو 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 كده. يعني انا ببقى ببص من خلال المنظار اهو، وفي فتحة في الجنب من هنا بيسقط منها ايه؟ دي ليفة ضوئية او ليفة بصرية قدرت تنور المكان ده اللي هو مظلم، لان الضوء اللي سقط ما بينعكسش الى الخارج مرة تانية، فمش عارف اشوف بطن المريض من الداخل. وانتوا عارفين ان الجراحات دي بيبقى في ناس عندها والعياذ بالله يعني قرحة في المعدة، حاجة في القولون، حاجة في كذا، فبنبقى عايزين نوصل لأماكن بعيدة ونوصل الضوء لها. مش بس بالنسبة للمرضى، ده في حاجات تانية زي مثلا البدرومات يا جماعة. البدروم يعني هي بيسموها الغرفة السيئة، بادروم. طب ليه البدرومات؟ مش لأن ما بيوصلهاش ضوء، إنما لو مسكت ألياف ضوئية طرفها أحد طرفيها بره والطرف الثاني تحت في الغرفة، يبقى طبعا في النهار هيتم نقل ضوء الشمس من الخارج إلى الداخل بكامل طاقته، وتنور المكان بدون ما نحتاج إلى يعني كشافات وحاجات زي كده. وكمان هتبقى آمنة، لأن الكهرباء في المكان ده بتبقى خطر، في البدرومات الكهرباء خطر، والمية كمان خطر، لأن المكان أولا رطب لوحده، كما أن مش بس كده، كما أن المية يا أولاد أو المصارف بشكل عام، البدرومات غالبا بتبقى أماكن منخفضة عن الأرض يعني نازلة لتحت، علشان يبقى فيه أكرمكم الله حمام في المكان ده، هيحتاج إن الفضلات عايزة تطلع لمستوى أعلى علشان تروح للإيه؟ للمجاري، بتبقى صعبة. فعشان كده الأماكن ديت بتبقى محتاجة يعني إعدادات خاصة أثناء أما باجي أصمم العمل فيها. فعشان كده بنستخدم الألياف الضوئية بديلا عن الكشافات والكهرباء والحاجات، لأن كمان حتى لو المطرة جت وغمرت المكان اللي هو منخفض ده، هتبقى صعبة جدا بالنسبة لموضوع الكهرباء. طبعا يعني لها إيه؟ احتياطات في السيفتي أو في الأمان. من ضمن تطبيقات الانعكاس الكلي، ثالث حاجة ظاهرة السراب. السراب هي كلمة عكس الحقيقة، يعني في حقيقة في سراب، سراب يعني شيء وهمي. الحاجة التانية، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما في حاجة أنا شايفها قدام المية، جيت ما لقيتش في حاجة. السراب الصحراوي من الظواهر شديدة الملاحظة، نقدر نشوفها خاصة في فصل الصيف في الأيام القائظة، يعني في الصيف بالنهار. أول ما نشوف عربية زي كده، أما أكون أنا راكب عربية وأبص قدامي أحس إن الأسفلت كده كأنه متغطي بالمية، مع إن أول ما أوصل هناك مفيش حاجة. جمال اللي ماشية في بتاعت تحس بظلها هنا، تيجي هنا تحسب إن دي بركة مية، تروح ما تلاقيش حاجة. آدي السيارة أهي، وكأن الطريق ده مدلوق عليه ميه اهي زي ما انت شايف، تيجي هنا ما تلاقيش حاجه. لا وكمان ايه ده، في صوره اهي للسياره اللي فوق دي، يعني انعكاس انعكاس، مفيش اي كلام. يعني اذا كنا في فصل الصيف حيث درجه الحراره مرتفعه، فان المنطقه المتاخمه الملاصقه لسطح الارض تكون درجه حرارتها مرتفعه، فيسخن الهواء ويصبح معامل، طبعا الهواء ده يعني معروف ان هو هيبقى اقل كثافة ضوئية، اقل كثافة عشان حار. اما الهواء البارد فان له معامل انكسار اكبر. الهواء اللي فوق ده يا ولاد، الناس بتفكر ان بارد يعني مثلا ايه، حاجة زي التلاجة. لا، احنا لما نيجي نرتب درجات الحرارة من عند سطح الارض واحنا طالعين، ممكن تكون دي 23، طبقة اعلى منها 22 و8 من عشرة، اللي اعلى منها 22 ونص، اللي اعلى منها، يعني اختلافات بتبقى طفيفة في درجة الحرارة.
ده درجة الحرارة بتقل بمقدار 7.5 درجة بكل ارتفاع قد راح الكيلو، بكل كيلو الأعلى، كيلو يعني 1000 متر، النخلة هتبقى ارتفاعها كام يعني. فعشان كده الاختلاف ما بيبقاش كبير في درجات الحرارة، لكن في اختلاف. طالما أن هناك اختلافا في درجات الحرارة في المكان ده هو، يعني درجات الحرارة عم تنقص 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 كده تنقص ولو بمقدار طفيف، يبقى إذا هيبقى عندي وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية. عايز أقول عندما ينتقل الضوء من منطقة باردة، ده بارد معامل انكسار كبير، لمنطقة أقل، فإنه ينكسر مبتعدا عن العمود، وكل مرة الشعاع اللي جاي زاويته بتكبر، وبالتالي تصبح أكبر من الزاوية الحرجة، فينعكس انعكاسا كليا. العين لا ترى الأشياء إلا على استقامتها، فترى صورة للنخلة أسفلها، وبالتالي طالما شفنا جسم تحت آخر يظن المراقب وجود الماء، وإنه ليس الماء وإنما هو انعكاس للسماء على السطح الايه الأرض. آدي الايه السراب أو المراج. بيحصل الآتي، آدي الجمل أهو، المنطقة هنا بارد، بارد قلنا مش بارد يعني اختلاف كبير، لا اختلاف بسيط في درجة الحرارة، وهنا حار قلنا برضو حار، الفرق ما بين المنطقة دي والمنطقة دي بيبقى اختلاف بسيط في درجات الحرارة. لما يجي الشعاع ينتقل من وسط لوسط كده فإنه ينكسر مبتعدا عن العمود، وبعدين هنا ينعكس انعكاس كلي، وبعدين ينكسر مقتربا من العمود، ولذلك كل الزوايا اللي هنا لو قارنتها بدي هتلاقيها ان الزوايا دي اكبر من دي. ثم العين ترى الاشياء على استقامتها، فتشوف صورة للجسم اسفله، ويظن المراقب وجود الماء، انه ليس الماء انه انعكاس السماء. بص كده وشوف وقول لي رأيك في اللي حصل. وادي انيميشن اتعمل بالذكاء الاصطناعي، وبصراحة جميل جدا 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 جدا، من الحاجات اللي عجبتني. هنا كتب ان كلما اتجهنا لاسفل هوت يعني اكثر حرارة، less denses او اقل ايه كثافة ضوئية. فاقل كثافة ضوئية يبقى انا جاي من اكبر اهو، شوف بقى شوف بقى، ده دي السما هنا، الضوء الأشعة اللي جاية جاية من السما، حصل انعكاس هنا أهو، فصورة السماء ديت جت على الأرض. هاي إنه ليس الماء إنه انعكاس السماء. فعشان كده لو في جمل هنا، لو في مكان هنا، هنا بقى يعني الصراحة اللي من ضمن الحاجات الظريفة في الأنيميشن ده إن إحنا مش بنشوف صورة الجمل، ده الجمل هو اللي شايف، شايف إيه؟ يعني لو في هنا يعني الجمل شايف ميه، شوف هو شايف ايه؟ شايف ميه. ماذا راى الجمل؟ هل هيشوف صوره نفسه؟ لا، انه راى الماء. انا هنا ما اتكلمتش بقى على جسم خالص، انا ما قلتش بقى ان في جسم موجود هنا ولا حاجه، لا اهو الشمس، اشعه الشمس اهو. طبعا انتوا عارفين ان الشمس بتسقط اشعتها على اهو متجهه نحو الارض، السحب اللي في السماء اذا سقطت اهي الاشعه كده جت المنطقه ديت، شفنا انعكاس على سطح الارض، فنشوف ظاهره ودي اسمها ظاهره السراب الصحراوي. شوف هنا ادي النخله اهي، ادي الشعاع جاي بينكسر مبتعدا عن العمود، جه عند المنطقه ديت، كل مره زاويته عماله تزيد تزيد تزيد، فينعكس انعكاسا كليا، وعندها المراقب يحس ان فيه هنا ميه، ويرى صوره للنخله اسفله، انه ليس الماء انه انعكاس السماء. ادي بنت يعني راكبه الجمل، وادي النخله، و يعني لو قسمنا طبقات الهواء، لاحظوا بقى معايا، شوف العمود المقام هنا، الشعاع انكسر مبتعدا 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 لغايه ما اصبحت زاويه سقوطه اكبر من الزاويه الحرجه، فانعكس انعكاس كلي، وصل الشعاع الى وجه البنت او الى عينيها يعني،
العين لا ترى الأشياء إلا على استقامتها، فشافت صورة للنخل أهو أسفله، فيظن المراقب وجود الماء وإنه ليس الماء وإنما انعكاس السماء. السؤال اللي جاي بيقول: يبين الشكل صورة نخلة على سطح الأرض لكي نرى الصورة مقلوبة، ترتيب طبعا يعني ترتيب الطول الموجي هيبقى إزاي في طبقات اللبن؟ طبعا يا ولاد أنتوا عارفين، طالما شفت صورة مقلوبة يبقى دي ظاهرة سراب. طبيعي جدا جدا إن إذا سقط الضوء بزاوية انكسر مبتعدا عن العمود مبتعدا لغاية ما ينعكس انعكاسا كليا، وبعدين العين ترى الأشياء على إيه؟ على استقامتها. طبيعي إن هنا معامل الانكسار بيبقى كبير، يعني إن 3 أكبر من إن 2 أكبر من إن 1، والطول الموجي عكس كده هو السرعة. آدي سطح الأرض وآدي الطبقات. عندما سقط الضوء بص انكسر مبتعدا عن العمود، يبقى طبيعي إنه هيبقى لمدة 1 أكبرهم في الطول الموجي وأكبرهم سرعة لأنه أقلهم معامل انكسار. طبعا عشان ينكسر يعني من ان 3 لان 2 مبتعدا يبقى لازم أن يكون ده اقل كثافه ايه ضوء، يعني معروف طبعا انه ينتقل من اكبر كثافه لاقل كثافه، يعني من اكبر معامل انكسار لاقل معامل انكسار. تعالوا نلخص شويه حاجات في اللي احنا اتعلمناه. عايز الخص ان تطبيقات الانعكاس الكلي 3، وهي اللي علينا طبعا هو تطبيقاته كتيره جدا بس اللي مقرر علينا منها كام؟ 3. 1 المنشور العاكس، وعرفنا يا اولاد ان المنشور العاكس بيغير مسار الشعاع اما بزاويه 90 درجه زي ما شفنا في البيروسكوب، وده شرطه ان يسقط الضوء على وجه القائمه، وممكن يبقى يعني يغير مسار الشعاع بزاويه 180 درجه اذا سقط على القاعده، وفي الحاله ديت ده بنستخدمه لتغيير مسار الشعاع بزاويه 180 درجه، ده كما فين في منظار الميدان، ودي بيبقى منشورين رسمناهم كده من جهه القاعده قصاد بعض وتتبعنا المسار فيه. تاني حاجة يا أولاد اتكلمنا فيها كانت موضوع الألياف البصرية والألياف الضوئية، وديت بنستخدمها استخدامات كبيرة جدا، وأتمنى حتى إن الناس تبدأ تعمل أبحاث فيها لأنها يعني هي المستقبل. الفرق يقول لك إيه؟ النت بقى إيه؟ النت بقى عندنا ألياف ضوئية. طب ليه استخدمنا الألياف الضوئية بديل لكابلات التليفون؟ لأن طبعا سرعة نقل الإنترنت بها أعلى. طب ماشي، وأقل تكلفة، أكيد إنها تطوير وتشتغل في العمليات الجراحية مع الليزر زي ما شفنا في الأنيميشن اللي شفناه اللي تم تصميمه بالذكاء الاصطناعي. تالت حاجة ظاهرة السراب، عشان بس نكون واضحين مع بعض، ظاهرة السراب في أنواع من السراب، في نوعين. سراب اسمه السراب القطبي، وده بيحصل في الايام اللي هي الشتويه يعني الايام البارده، اللي بتكون الايام ديت في فصل الشتاء في المساء، يعني عند ايه قبيل غروب الشمس. اللي بيحصل ان بنبقى قاعدين على الشط كده ونشوف السفينه كانها مقلوبه، انما اللي علينا مقرر هو السراب الصحراوي اللي بيحصل في الايام القائظه شديده الحراره. تمام، يعني نفرق ما بين نوعين من السراب، اللي علينا مقرر هو السراب الصحراوي. طب دي النخله، طيب ده سطح الارض، دول 3 طبقات ان 1 و2 و3، طبيعي ان المنطقه الملاصقه لسطح الارض هتبقى اعلى في ايه؟ في درجه الحراره، اقل في معامل الانكسار، وبالتالي عندما ينتقل الضوء فإنه ينكسر مبتعدا عن العمود حتى تصبح زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، ينعكس يعني انعكاس كلي، العين ترى الأشياء على استقامتها فتشوف صورة للنخلة تحتها. يبقى لو جينا نرتب هنلاقي إن 1 أكتر من إن 2،
ان 3 اكتر من ان 2 اكتر من ان ايه؟ من ان 1. دي منطقه بارده. بارد يبقى على طول اكبر في معامل الانكسار. طب الفي، في 3 اقل من في 2 اقل من في 1، واللمضه زيها بالظبط لان الفي بتساوي لمضه في نيو نيو سام. يبقى كده الاختيار لمضه 1 اكبر من لمضه 2 اكبر من لمضه 3. يبقى يا اولاد نفتكر مع بعض كده ما هي تطبيقات الانعكاس الكلي. 1 المنشور العاكس، 2 الالياف الضوئيه، 3 ظاهره السراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.